يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العقرب ليوم السبت 2 ابريل نيسان 2022. بيبدو ان الوقت الحالي اللي قدامك ده من خلاله بتواجه عدد هيبقى متزايد بشكل كبير جدا جدا من كل التعقيدات اللي ممكن تبقى مش متوقعه بالنسبه ليك في يومك ده. خليك حذر اكتر منها علشان تعرف تتخطاها. ما بيقعش اللوم على الاشخاص اللي هم حواليك في يومك ده، بل في بعض الاحيان ممكن يكون بيظهر انت الخاطئ والمخطئ في يومك ده. حاول انك تبقى هادي اكتر في اليوم، وان انك تشوف كل العقبات اللي بتبقى موجودة قدامك النهاردة وبتبقى في طريقك كوسيلة علشان تكتشف من خلالها مداخل جديدة جدا جدا في حياتك النهاردة، هتبقى مثيرة للاهتمام وهتبقى تتخلص من كل العقبات اللي ممكن تبقى في طريقك. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة هتشعر بارتياح كبير جدا جدا واطمئنان لحد كبير، هتحاط من خلاله بزملاء حلوين جدا ومخلصين جدا في يومك ده، وده طبعا بيؤدي انه يكون كل زملائك ليهم دور كبير في تطوير كل اعمالك وفي ترقيتك بشكل ممتاز ومثير للاهتمام. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة هتشد الاسماع بشكل كبير ليك، وهتظهر من خلالها انك بتخطف انظار كل الاشخاص اللي حواليك علشان بتصبو ليه شراكة هتبقى حلوة جدا وحتى عاطفية جدا من نوعها، فيها حب وفيها امان كتير جدا جدا بيضغي عليك في يومك ده. بالنسبة لك صحيان النهاردة بنصحك انك تبقى سريع جدا انك تستشير حد من خبراء التغذية النهاردة وتعرض عليهم مشكلتك الصحية والبدنية النهاردة، ده هو الوحيد اللي هيكون قادر علشان يلاقي ليك الحل الناجح لتخفيض وزنك وتخليصك من البدانة بشكل سريع وبشكل صحيح. حركة الكواكب اليوم بيتماشى عطارد مع تشرن في الصباح ده، وبيكون بيأثر مع الشمس لحد المساء، في حين ان الوحي عندك هيكون مش مريح بشكل كبير. هنكون منفتحين على اننا نتعلم اكتر ونشفي نفسنا، هيكون عندنا فرصة حلوة علشان نرغب في اننا نتكلم اكتر ونفكر اكتر في كل مشاعرنا النهاردة وكل حساسياتنا وكل قضايانا وكل اهتماماتنا. هنكون في تحسين لفهمنا الحدسي، وهنكون بنكتذب لكل المشاكل اللي ممكن تظهر قدامنا ولكل مخاوفنا وعدم أماننا اللي ممكن نكون بنشعر بيه في رغبة في أننا نصلحه. تشجعنا النهاردة في عمليات العبور دي على أننا نفتح عقولنا بشكل كويس ونتعلم من بعضنا البعض من كل ظروفنا اللي ممكن تكون بتظهر قدامنا النهاردة، ونحاول أننا ندفع إدراكنا الوضوح والمفاجئ اللي هيكون علشان ننمو بشكل كويس ونتحسن. هنكون منفتحين بشكل لا يصدق على طرق جديدة جدا علشان ننظر من خلالها مشاكل هتكون في حياتنا بشكل كبير وبشكل عام. هنكون اكتر حساسية من المعتاد لكل الفروق الاتصالات اللي ممكن تكون دقيقة جدا جدا، واللي هتخلينا نقول او نكتب كل التأثيرات اللي ممكن نكون بنمر بيها دي في السراء والضراء. الوقت هيبقى ممتاز علشان نملأ تفاصيل كتيرة جدا للافكار الحديثة ونحولها لاكتشافات حديثة جدا جدا لحاجة هتقيم عملنا في يومنا ده. ممكن من خلال الموضوع ده يكون في عيد لليوم ده او اضاءة مادية هتنقي هوائنا اليوم ده. مع كده ممكن نكون بنرغب في اننا نراقب قضايانا اللي ممكن نفكر فيها واللي بتتطلب حساسية كبيرة جدا. بيواصل القمر عبوره لبرج الحمل المباشر لحد ما يدخل برج السور المعتمد، وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.